صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والسعادة وراحة البال. صباح الأحد الهادي والجميل وبداية أسبوع مليئة بالإنجازات. من دبي اللي تجمع العالم في المعرض الدولي إكسبو 2020، نقول أهلاً بثقافات العالم وشعوبه، وأهلاً بالمستقبل، وأهلاً بالإنسان من كل مكان في إكسبو دبي. دبي أرحب فيكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. أنقل لكم تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، ومن نور دبي مخرجنا المبدع سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة زميلتنا ميرا الغفلي. ويسعدنا طبعا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا، وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة العلي، وبتشاركني الحلقة اليوم زميلتي أسمى الجناحي. صباح الخير أسمى. صباح الخير والسعادة لكل مستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسمى. نذكر المستمعين بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وناخذ البرامج اللي راح نتكلم عنها اليوم في حلقتنا. أول شيء مثل ما عودناكم آخر الأخبار والدراسات العلمية، بعدين بنتكلم عن مستجدات وسائل قنوات التواصل الاجتماعي وبكون فيها معاكم، وأيضا فيتامين دال أهميته وأسبابه والأعراض، وفي فقرة التغذية بنتكلم عن دهون الكبد والتغذية. كونوا معنا على مدار الساعة القادمة في نور دبي. نبدأ فقرات برنامج صحة وسعادة مع الأخبار اللي عودناكم عليها كل يوم. خبرنا اليوم يقول استخدام الإنترنت يساعد المسنين في الحفاظ على قدراتهم المعرفية. وجدت دراسة بريطانية حديثة بأن استخدام الإنترنت قد يساعد كبار السن على البقاء في حالة عقلية جيدة بعد سن التقاعد. وفقا للدراسة فإن أولئك الذين استخدموا الإنترنت أكثر بعد انتهاء حياتهم المهنية حصلوا على درجات أعلى بكثير في الاختبارات المعرفية أو التفكيرية. وخلال البحث درس الباحثون الوظيفة الإدراكية لأكثر من 2100 أوروبي بين عامي 2013 و2015 بعد بضع سنوات من تقاعدهم. واستخدمت الدراسة بيانات من هيئات الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا، حيث تم جمع معلومات حول كبار السن بما في ذلك تاريخهم في العمل ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وصحتهم. وبعد إجراء اختبار لذاكرة المسنين أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت كانوا أكثر مقدرة على تذكر كلمات الاختبار مقارنة بالأشخاص اللي ما استخدموا الإنترنت. وأظهرت الدراسة اللي نشرت في عدد أكتوبر عام 2021 من مجلة السلوك الاقتصادي والتنظيم بأن الأشخاص الذين استخدموا الإنترنت بعد التقاعد كان لديهم فرص أقل التدهور المعرفي، وكانت هذه النتائج أكثر وضوحا بين النساء. ويذكر بأن التدهور المعرفي في سن الشيخوخة عادة ما يرتبط بالعديد من العوامل مثل المشاكل الصحية وانخفاض جودة الحياة. وهني طبعا أعزائي المستمعين نقول دائما أنه مهم أن نحن نربط كبار السن بواقعنا ونشاركهم تجاربنا سواء في عالم التكنولوجيا أو تجارب الجديدة اللي نعيشها كل يوم، لأن المشاركة بلا شك بتخليهم دائما على اتصال مع الأشخاص من حولهم. ولا شو رأيك أسمى بموضوع الانترنت والشيخوخة؟ الحين نحن كل شيء أونلاين، كل شيء الانترنت، حتى لما نحن نعود كبار السن أن يستخدمونه بيحسون أن في تواصل أكبر مع عيالهم، الحين بعد الفيديو كول موجود، فهذا حتى يخليهم نفسيا أهدى أن يقدرون يتمون عيالهم طول الوقت، حتى لو كانوا عيالهم مشغولين أو كانوا مسافرين برا الدولة أو عندهم مهمة عمل خارج الدولة، أو بعضهم اللي يشتغلون برا خارج بلدانهم، دائما الإنترنت قام يجمعهم، غير هذه القراءات اللي يقدرون يقرونها مع أحفادهم مع عيالهم، تزيد من جودة الحياة وأيضا الصحة النفسية عند كبار السن أو كبار المواطنين.
نعم طبعا اسمه كل ما نحن شاركناهم مثل ما قلنا تجاربنا، إذا نحن تعلمنا شيء من وسائل التواصل الاجتماعي نقلنا المعرفة حقهم وعلمناهم إياها، تحسينهم يكونون معانا. تخيلي لو كبير السن اللي في البيت معاك في سناب شات، يعني هو روحه بيستانس على اللقطات اللي بيشوفها، حتى لو ما يعرفون يستخدمونها. مثلا عندنا نحن يدة عيالي الله يحفظها ما يعني ما بتعرف وايد تستخدم، بس منزليها السناب شات تشوف أحفادها، تشوفنا نحن، تشوف اليوميات، تحس إنها موجودة وياكم حتى لو ما كانت موجودة وياكم. بالضبط. فالوالدة، يدة العيال، كلهم ننزل لهم هاي التطبيقات. ليش؟ نربطهم معانا في حياتنا، نحن نصور أكثر في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، تخليهم دائما على التواصل معانا في هذه الوسائل. فأسمه بننتقل من ربط كبار المواطنين بوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت إلى آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي اللي تحثينا عنها كل يوم. نحن من ضمن الأشياء اللي حطيناها في قنوات التواصل الاجتماعي هي آخر تحديث لمراكز فحص كوفيد التابعة لهيئة الصحة بدبي، وإن نحن عندنا نوعين من الخدمات. في أغلب الخدمات اللي موجودة في مراكز الفحص ومراكز الرعاية الصحية الأولية هي من خلال المواعيد، وممكن يأخذونها بكل سهولة من تطبيق هيئة الصحة بدبي. وعندنا موقعين من دون موعد، اللي هو في مول الإمارات، واللي هو من يعني طول أيام الأسبوع حتى الخميس والجمعة، سوري الجمعة والسبت، وأيضا ديرا سيد سنتر. في هذول الأوقات حاطينها من قنوات التواصل الاجتماعي للي يعني يقدرون يروحون أزوك إن بدون موعد. أما مراكز الرعاية الصحية الأولية ومراكز الفحص هي من خلال المواعيد. أيضا من ضمن الأشياء اللي حسين الناس تسأل وايد فيها بخصوص الجرعة الداعمة من لقاح فايزر بيونتك، نحن كنا حاطينها تشمل فئات محددة، ونأكد على هالفئات من ضمن الفئات بعد مرور 6 أشهر. الفئات هي 60 عاما فما فوق يقدرون يأخذون موعد من خلال مركز الاتصال، أيضا أصحاب الأمراض المزمنة اللي بين 50 سنة و59 سنة اللي في هاي المرحلة العمرية وعندهم أمراض مزمنة يقدرون أنهم يستشيرون طبيبهم اللي عالجهم دائما من أمراض المزمنة سواء سكري سواء ضغط وغيره، يأخذون يستشيرون الطبيب إذا هل هم يحتاجون أن يأخذون الجرعة الداعمة ولا لا، بعدين يأخذون الجرعة الداعمة. والمرضى المنومين في مراكز الرعاية الصحية طويلة المدى اللي يكونون منومين في المستشفى لمثلا سنين لفترات وايد بعيدة، وهذول في مراكز طويلة اسمها طويلة الأمد. فهذول الثلاث فئات هم اللي بس يستحقون أو مو اللي هم ممكن يحتاجون الجرعة الداعمة، أما غير ذلك فهم الجرعتين هي كفاية، يعني حتى ما بيقدرون إذا صاروا مراكز أي مراكز تطعيم أن يحصلون جرعة ثالثة لأنهم مو من الفئات التي تستحق الجرعة الداعمة. نعم يعني أسمى ذكر دائما المستمعين أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر بيونتك لفئات معينة مثل ما ذكرت أسمى. يمكنكم أيضا أن تتجهون لوسائل التواصل الاجتماعي للتأكد إذا كنتوا أنتم من هالفئات اللي تستحق الجرعة الثالثة أم لا. صحيح أسمى؟ صحيح. وفي الأشخاص اللي بعد بنحاول نوضح أن اللي كان حاطين قبل فترة أن تتيح جرعة ثالثة لأصحاب الأمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة، هذول الفئات هم يأخذون أصلا 3 جرعات اللي هي الجرعة الأولى، الجرعة الثانية، الجرعة الثالثة لأصحاب الأمراض المناعية المتوسطة إلى الشديدة. فهي مش جرعة داعمة، هاي جرعة ثالثة، هم يستحقون 3 جرعات. الأشخاص اللي بالأمراض الثانية أو اللي ما عندهم أمراض هم جرعتين، أما أصحاب الأمراض المناعية من المتوسطة إلى الشديدة هم لهم 3 جرعات. ويتم أخذ الموعد الجرعة الثالثة من خلال المركز أو المستشفى اللي هو يتعالج فيه من المرض المزمن، سواء يأخذ كيماوي سواء كان يتعالج من السرطان أو من هالأمراض الثانية. تقريبا هالأشياء نحن حبينا نوضحها لأن شفنا الأسئلة وايد كانت تتي عليها، فحبينا نوضحها في البرنامج الإذاعي. نعم أسمى طبعا يمكنهم التوجه لأقرب مركز صحي للأشخاص اللي يظن أنه هل أنا أخذ هالجرعة، هل عندي استفسار معين، فيمكنهم التوجه إلى طبيب الأسرة. هاي الأسئلة دائما تقولها حتى الدكتورة ندى، اسألوا طبيبكم، اسألوا طبيب الأسرة أي معلومات، مو بأن أنا أصير أتوجه عقب أقول ما عطوني لقاح المركز. ما يأخذون من طبيب لكل مواطن بالضبط. من خلال التطبيق يأخذون موعد إذا عنده أي استفسارات
يبغي يسألها يقدر يستخدم بس من خلال ضغطة واحدة في تطبيق هيئة الصحة، خدمة طبيب لكل مواطن ممكن أنه يأخذ موعد مع الطبيب ويستشيره اللي يبي. نعم، فإحنا نقولكم أيضا نحثكم على أنكم تنزلون تطبيق DHA على الهواتف الذكية لجميع المعلومات الصحية التابعة لكم ولأخذ مواعيدكم ولخدمة طبيب لكل مواطن، كلها متواجدة في تطبيق هيئة الصحة في دبي واللي هو DHA. فأعزائي المستمعين، بهذا نكون خلصنا فقرة التواصل الاجتماعي مع أسماء الجناحي، وبننتقل لفقرة التغذية بعد الفاصل، انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. ونرجع معاكم أعزائي المستمعين مع فقرة التغذية اللي بتعرفنا عليها أسماء الجناحي. يعاني البعض من مرض الكبد الدهني، وهو أحد الأمراض التي تتطلب نظام غذائي للمساعدة في العلاج أو علاج الحالة أو التحكم فيها وتقليل خطر حدوث أي مضاعفات سلبية لها. في فقرتنا اليوم، فقرة التغذية، سنتحدث عن هذا الموضوع، ويسرنا أن تكون معانا على الخط الأستاذة ثريا التميمي، اختصاصية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي. حياة الله. صباح الخير والسلام عليكم جميعا. حياة الله أستاذة. نتكلم في البداية عن أسباب دهون الكبد بشكل عام. نعم، أول شيء نحن لازم نعرف أن يصنف مرض دهون الكبد إلى صنفين. هو عندنا دهون الكبد الكحولي والناتج عن استهلاك المشروبات الروحية والكحول، وعندنا دهون الكبد الغير كحولي هو الناتج عن تراكم الدهون في خلايا الكبد الغير الناتج عن تناول الكحول واللي نحن بنتكلم عنه اليوم. إذا زادت هاي النسبة في الدهون من 5 إلى 10% يصنف أنه دهون الكبد الغير كحولي. طبعا أسبابه عديدة، منها زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة، عندنا أيضا الإصابة بمقاومة الإنسولين، الإصابة بالأمراض المزمنة وأهمها مرض السكري وضغط الدم، وأيضا الأمراض الوراثية تلعب دور مهم في ارتفاع دهون الكبد، وأيضا عندنا الإصابة بالالتهاب الكبد الفيروسي، وبعض أمراض الجهاز المناعي أيضا يؤدي إلى ارتفاع دهون الكبد، وأيضا ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. نعم أستاذة ثريا، إذا قلنا شو هي الأعراض اللي ممكن تظهر على الشخص اللي يعاني من دهون الكبد؟ نعم، غالبا الأشخاص عادة ما تظهر عليهم أي أعراض خصوصا دهون الكبد الغير كحولي إلا في مراحل متأخرة، وإذا ظهرت عليه أعراض تكون إرهاق أو تعب عام أو يكون فقدان الشهية، في بعض الحالات تصاب بتجمع السوائل وخاصة في منطقة البطن، وفي بعضهم يحسون بألم في النصف العلوي الأيمن من البطن. نعم، فهل هناك مثلا نظام غذائي معين مناسب لمرضى الكبد الدهني؟ نعم، طبعا عند الإصابة بهالمرض لازم الشخص يتبع بعض الأساليب أو نمط حياة صحي وغذائي يتمثل فيه. أول شيء لازم الشخص ينقص من وزنه والمحافظة على الوزن المثالي، يقلل من تناول الأغذية العالية بالسكر مثل المشروبات السكرية وما إلى ذلك، مشروبات الطاقة والعصائر المحلاة، يقلل من تناول الملح وإضافة الملح. طبعا بتلاحظون في هذه النقاط هي نفسها النقاط اللي هي الوقاية من الأمراض المسببة له. يجعل دائما وجبات عالية جدا بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر. بالنسبة للرجال، الامتناع عن التدخين، وأيضا تناول البقوليات. أثبتت الدراسات أن تناول 3-4 حصص في الأسبوع من البقوليات يقلل من ارتفاع الكوليسترول،
وأيضا تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ، وتناول بعد في بعض الدراسات أثبتت أن الكركم أيضا يلعب دور كبير بسبب وجود مادة الكركمين اللي هي طبعا تساعد على تخفيض الكوليسترول في الدم. وعندنا أيضا التقليل من بعض أنواع الدهون، طبعا هذه مهمة جدا وأهم أهم شيء في النظام الأشخاص المصابين بالدهون دهون الكبد. عندنا الدهون المتحولة يحاول أن يبتعد عن الدهون المتحولة أو المهدرجة اللي موجودة في الأطعمة المقلية مثل البطاطا المقلية، وأيضا موجودة في الفطائر المحلاة مثل الدونات والحلويات والمخبوزات مثل الكيك، وأيضا يبتعد عن الدهون المشبعة الموجودة في الشحوم الحيوانية مثل الزبدة مثل السمن مثل الشحوم اللي موجودة في اللحوم الحمراء وأيضا اللحوم البيضاء، وبالتالي يحاول أنه يأخذ الدهون الغير مشبعة لمصدرها من الزيوت النباتية أو مصدرها من النباتات. زين، ذكرنا ثريا يعني الأمراض الحين الدهون الثلاثية هي غير عن الكبد الدهني صح؟ نعم، مو بنفس الشيء. لا مش نفس الشيء، دهون الكبد هو مرض والثاني بسبب زيادة الوزن بس مثلا أو نمط الحياة الغير صحي. أوكي. نعم، الدهون الثلاثية هي تراكم شحم معين في الدم، وهذا طبعا عن طريق الفحص الطبي أوردي أو الفحص الدم يأخذونه. وطبعا الدهون الثلاثية مثل ما قلنا يصنعها الكبد الدهون الثلاثية والكوليسترول، عشان كذي نحن في النظام الغذائي لازم نبتعد عن الأشياء اللي تساعد على ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول. اوكي، فهي كل الاشياء مرتبطه صح، ان اذا تم اهمالها ممكن يعني توصل لمرحله ان الواحد يمكن يضطر انه يمتنع عن حتى انه هو ياخذ الوجبات، مو بس انه يقلل منها حسب الدرجه، ولا شو رايك استاذ؟ هو طبعا تناول الاغذيه بشكل متوازن مهم جدا، يعني بالنسبه ايضا لدهون الكبد الغير كحولي غالبا ما يكون في علاج قد ما يكون وقايه للأمراض الأخرى. فإذا أنا سويت فحص طبي واتضح أن عندي أنا مثلا مقاومة إنسولين أو عندي ارتفاع في الكوليسترول أو في الدهون الثلاثية، أحاول قدر الإمكان أني أبتعد عن الأغذية اللي تساعد على ارتفاع هاي الأعراض أو هذه الأمراض. يعني إذا نحن سوينا كنترول على الأمراض اللي مثل السكري والكوليسترول وهي غيرها، ممكن يقينا من الكبد الدهوني. نعم بالعكس يمكن نقينا، وايضا اتباع نمط حياه صحي، لازم نحن نقرا بطاقه البيانات الغذائيه مهمه جدا عشان نشوف محتوى الماده او المنتج الغذائي من الدهون الثلاثيه احتوائه من الدهون المتحوله ونبتعد عنها. وايضا الفحص الطبي الدوري يلعب دور كبير بما ان احنا قلنا ما تظهر عليه اعراض، فوجود الفحص الطبي مهم جدا ان افحص دوريا، وخصوصا الفحص وظائف الكبد طبعا هو اللي يبين لنا او يكشف لنا وجود دهون الكبد الغير كحولي. زين، اذا قلنا شو هي الاغذيه اللي لازم انه ياخذها مثلا اللي لازم تكون موجوده في نظام الغذائي؟ طبعا الاطعمه ذكرت انا بعض الاطعمه، في الاطعمه العاليه جدا بالاوميجا 3 مثل الاسماك الدهنيه طبعا مثل السلمون والسردين بمعدل 3 إلى 4 مرات في الاسبوع يتناولها. عندنا الأغذية اللي هي عالية بالألياف مثل الأغذية اللي موجودة في الحبوب الكاملة مثل ما قلنا البقوليات، وجود البقوليات، الخضروات الخضراء دائما تكون موجودة في النظام الغذائي، المكسرات بعد تلعب دور كبير نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة، وأيضا فيتامين إي اللي يساهم أيضا في تقليل من دهون الكبد. إنزين، إذا كنا لحد تكلمنا عن الوقاية، إذا بنتقول الإفراط في تناول الحلويات على المدى البعيد يساهم ولا؟ نعم أكيد يساهم، لأن دهون الكبد مثل ما قلنا أنه هو يصنع الدهون الثلاثية والكوليسترول، ودائما يستخدم السكر اللي هو سكر الفركتوز. فإذا نحن أخذنا الأطعمة اللي فيها عالية في الفركتوز مثل ما قلنا موجودة في الحلويات والأطعمة أو المشروبات المحلاة، هذا يحفز من إفراز الدهون أو يحفز من تصنيع الدهون الثلاثية والكوليسترول، وبالتالي تزيد من دهون الكبد الغير كحولي. فمهم جدا أن نحن نبتعد عن الدهون عن الحلويات وأيضا الحلويات المشروبات المحلاة. والله الحلويات صراحة يعني هي حلوة، بس يعني واحد ما يمسخها شوية،
فيعني عفوا بس يعني دائما يكون الاختيارات تكون صحيحة. يعني حتى في الحلويات مثلا إذا قلنا إحنا الشوكولات مثلا نحاول نختار دارك شوكولات، إذا كانت في الحلويات نحاول أن حتى يوم نصنع الحلويات في البيت نحاول نختار المصادر اللي عالية في الألياف، مثلا إذا كنا بنستخدم السكريات نستخدم السكريات البديلة، هذا يساهم أصلا في تقليل كمية السكر في النوع نفسه. حتى الحين بس نحن مثل سوينا تجربة عندنا في المكتب، كان في مثل تحدي إذا الواحد يقدر يتم شهر كامل بدون سكر مصنع. يعني إحنا دائما لما نتكلم عن سكر المصنع، يعني الأشخاص ساعات يوم نقول لهم وقفوا سكر يوقفون فواكه، يوقفون كل الأشياء اللي مفيدة، يوقفون الأشياء المفيدة. فنحن نتكلم عن أي شيء مصنع، سكر مصنع. فسوينا مثل تحدي إن نحن نوقف شهر، لما رجعنا بعد شهر حتى يعني الرغبة قلت، الحلويات اللي كنا ناكلها وكانت عالية بالسكريات قمنا ما نقدر ناكلها، قمنا ناخذ الاختيارات تغيرت. فهاي كلها تتغير، لكن يبال الواحد شوي يقللها شوي شوي، ما يوقفها مرة واحدة. يعني أي شيء مرة واحدة سبحان الله أن العقل البشري على طول يحارب، فيخليه يقول لا خذ زيادة كل زيادة. هتجي دائما الرجيم الواحد لما يوقفه يرجع أمتن عن قبل، لأنه ما كان بشكل تدريجي وما كان نمط حياة. نعم، لأن طبعا حتى السكريات والأطعمة المصنعة أصلا تحفز الجوع، كل ما أنت تاكلين كل ما أنك أنت ترغبين أنك تاكلين الزيادة، فلازم التغير يكون بالتدريج. غالبا لازم التغير يكون بالتدريج، كل ما أنت يعني مثلا أنا متعودة أكل كل يوم حلويات، أحاول أني أول شيء أقلل الكمية بعدين أقلل التكرار لين ما أوصل أنا لمرحلة أن خلاص أستغني عنها. فإذا أنا استغنيت عنها تدريجيا هذا يساعد على أني أنا أقدر أني أمشي على نظام، وأني أنا بالتدريج خبرت جسمي أن شوي شوي تراني بستعد عنها. بالضبط. فأستاذة ثريا، تقدرين تعطينا نصيحة أخيرة قبل ما نختم هاي الفقرة؟ نصيحتي الأخيرة أن قدر الإمكان الواحد يحاول أنه يقي نفسه من هذه الأمراض. والوقاية تتمثل في أولا ممارسة الرياضة بشكل يومي وعلى الأقل 45 دقيقة في اليوم، الفحص الطبي الدوري مهم جدا سواء أني أنا مصابة ولا غير مصابة بهذا المرض، ثالثا اتباع أنماط حياة صحية وغذائية، قراءة البطاقة الغذائية واتباع نظام غذائي متوازن، وأيضا تعديل وعلاج الأمراض اللي ذات صلة. يعني إذا كان عندي أي أمراض أحاول أني أعالجها أساسا أني أنا أقلل من مضاعفات المرض نفسه. نعم أستاذة ثريا التميمي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شاكري لك وقتك الثمين اللي قضيتي معانا وهاي المشاركة الجميلة منك. شكرا لك أستاذة ثريا. العفو العفو. أعزائي المستمعين، مستكملين معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة، بنرجع فاصل قصير وبنرجع لكم، تريونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في فقرتنا لليوم الفقرة الختامية بنتكلم عن فيتامين دال. مثل ما تعرفون يعتبر فيتامين دال من أهم الفيتامينات اللي يحتاجها الجسم، ونقصه يسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية اللي يمكن أن نتفاداها من خلال المحافظة على المعدلات الطبيعية لهذا الفيتامين في الجسم. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة سلطان العلماء، استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة فاطمة. صباح النور، حياك الله، أهلا وسهلا. أهلا فيك دكتورة. نتعرف بداية على أهمية فيتامين دال لمختلف الفئات العمرية وخاصة فئة الأطفال. أوكي. فيتامين دال مثل ما تفضلتي هو فيتامين وايد مهم جدا زين للإنس. هو فيتامين دال شو هو؟ عبارة عن هرمون يتم إنتاجه في الجسم ويسهم في إنتاجه بشكل كبير التعرض لأشعة الشمس. يمكن الحصول عليه من الأغذية التي تتواجد بها. فيتامين دال قابل للذوبان في الدهون، عشان كذا دائما نقول لازم عقب الحليب، مثلا إذا الطفل رضيع أفضل يأخذ فيتامين دال عقب الحليب،
والكبار اللي ياكلون عقب وجبه الغداء، يعني اقسم وجبه اللي ياخذون عقب ياخذون فيتامين د. ليش؟ لانه هو مثل قلت لك هرمون يلعب دور هرمون الستيرويد، ان البويد هذا الهرمون وايد مهم في الجسم، ينتقل الى عديد من خلايا الجسم عن طريق الدم، هو مسؤول عن تنظيم الجينات، وتحتوي كل خليه من خلايا الجسم على مستقبلات فيتامين د. هناك خطر كبير، يعني مثلا اذا كان عندهم مشكله في فيتامين د بيكون عرضه للكسر وضعف العضلات. فيتامين د يعني يسمى فيتامين د بفيتامين الشمس، بعد في ناس يسمونه فيتامين الشمس. ليش؟ لانه يحصلون عليه عند تعرض لاشعه الشمس. له عديد من الفوائد، تؤثر على صحه الجسم وخاصه الاطفال، يساعد على امتصاص الكالسيوم، يعني واحد اذا نقص فيتامين د عندهم يكون عنده مشكله حتى في الكالسيوم بعد، لانه ما يقدر يمتص جسمه بسهوله. يقيهم من هشاشه العظام، يساعد في تقليل جهاز المناعه والوقايه من بعض انواع السرطانات. فيتامين د صراحه هو في الجسم مسؤول عن توازن المعادن خاصه الكالسيوم والفوسفور، يساعد على امتصاص المعادن في الامعاء. عندنا مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في الفوسفور ممكن فيتامين د يطلع بدون ما الطفل يستفيد. ففيتامين د وايد مهم على النمو وتطور الاطفال، تقويه العظام وبناء الجسم. نعم دكتوره، ذكرتي معلومه يمكن نقدر نقول انها مهمه جدا، يعني دائما يوصفوا لنا فيتامين د لنا كاشخاص مثلا نعاني من نقص فيتامين د، بس يعني ابدا يعني ما حد نوه لي انه لازم ناخذ فيتامين د مثلا بعد مثل ما قلتي أدسم وجبة ممكن نتناولها. فيعني هل نقدر نقول يعني موضوع مهم، يعني مو فقط تناول فيتامين د ولكن أيضا متى أتناول فيتامين د؟ حتى الأطفال أنا دائما يعني أعطيهم مثلا أعطي بنتي فيتامين د يوم دكتورة في عمر الأشهر، يوم نعطيهم لمدة سنة فيتامين د أعطيها دايركت بعد الشاور، أبدا ما انتبهت أنه لازم أنا أعطيها بعد الحليب. يعني مواضيع ممكن تكون يعني أشياء بسيطة إحنا نقدر ستساهم في امتصاص الفيتامين د بالضبط. فممكن أيضا دكتورة تحدثنا في البداية الحين عن أهمية فيتامين د لمختلف طبعا الفئات العمرية، ولكن أكيد هناك أسباب تؤدي لنقص فيتامين د، لأن نسمع دائما أن كل حد يقول أنا عندي نقص فيتامين د، الأطفال عندهم نقص فيتامين د، فهل هناك أسباب معينة تؤدي إلى نقص دكتورة فيتامين د؟ الشمس موجود عندنا وايد ما شاء الله، يعني مدته وايد أطول. شو نعم، فيتامين د مثل ما قلنا، لأن إحنا عندنا فيتامينات يسمونه فات سليبل، في فيتامينات ووتر سليبل. د من النوع اللي يذوب في الدهون في الأشياء. نقص فيتامين د إحنا نقول إن سبحان الله كمية الفيتامين د اللي موجود في الشمس وايد زين، بس للأسف إحنا ما نقدر نتعرض للشمس لأن شمسنا حارة. فنقص فيتامين د يسبب وايد مشاكل. كان سؤالك شو نقص فيتامين د؟ أسباب نقص فيتامين د. هي أسباب نقص فيتامين د ممكن مثلاً الإنسان عنده مشكلة إنه ما يقدر يمتص جسمه، ما يقدر يمتص. عنده مثلاً أسباب مرضية، اللي عندهم مشكلة في الكلى مثلا، في أطفال عندهم مشكلة في الكلى والأمراض الوراثية، هذول ما يستفيدون من فيتامين د، بيكون عندهم طول عمرهم فلازم نعطيهم فيتامين د، ما يستفيدون من فيتامين د الموجود في الأكل. إذا كان عندهم إفراز الفوسفور في مرض في الأطفال، زيادة الفوسفور في الكلية، هذول بيكونون أكثر عرضة بفيتامين د. الحليب الأم وايد وايد مهم، حليب الرضاعة الطبيعية أحسن حليب في العالم في الدنيا يعني. فبس حليب الأم بيكون عندنا فيتامين د وايد قليل، فالطفل اللي ياخذ حليب الأم لازم أول سنة من العمر على الأقل يوميا ياخذ 400 وحدة فيتامين د. نعم وايد في أسباب، يعني شافوا إن فيتامين د مثلا عدم التعرض كافي لأشعة الشمس أول سبب، عشان كذا احنا دائما نعطيهم. التقدم في العمر، الأطفال الإنسان لما يكبر في العمر بعد يكون عرضة أكثر لنقص فيتامين د. اللون البشرة وايد مهم، اللي لونهم بشرتهم تكون فاتحة أفتح بيكون فيتامين د عندهم أحسن من اللي بشرة داكنة. إذا قلنا دكتورة نحن تكلمنا شوي عن المضاعفات، بس لو نحن نلخص المضاعفات اللي ممكن تصير، يعني في أشخاص يعني دائما لما نشوفهم يقولون إنه هو تعبان يقولوا له سير فحص فيتامين د، إذا يحسون شوي يعني مو الطفل مو بنشيط يطلبون من الأم إنه سير تفحص فيتامين د. فشو هي الأشياء اللي ممكن واحد ذي يشوفها في طفله أو في نفسه ويقول يعني لا لازم أسير أفحص؟
احنا زمان تعرفين كنا نشوف اطفال عندهم كساح، الكساح بيكون مقوس ريل الطفل من تحت، والفتحه اللي دائما خمره الراس تكون كبيره. زين هذه عشان شي احنا نعطيهم فيتامين د عشان ما يستوي فيهم اعراض نقص فيتامين د عند الاطفال. ممكن يكون عظامهم مو مكتمل، ممكن يكون عندهم تشنج عضلي، يعني دائما ريلهم تعورهم، العظام يكون لين، اي طيحه ممكن تكسر. ممكن الطفل اذا شويه كبر تشوفين عنده انحناء في الظهر. نقص فيتامين د في النساء يزيد يساعد على زياده الوزن، تراكم الدهون، بيكونون دائما تعبانين، ارهاق، عندهم ارق. ممكن واحد يقول انا ما اروم، انا تعبانه، لما تسوين تحليل فان فيتامين د تشوفين عنده نقص فيتامين د. ممكن يكون يسبب نقص فيتامين د تقلبات المزاج، فقد الطاقه، يعني واحد يحس انه ما في حيل، ما يقدر يسوي شيء. ممكن يأثر على ارتفاع ضغط الدم، ممكن يسبب مثلا في الحريم بعد سن الأمل عظامهم وايد يكونون عرضة للإصابة بالكسور. فهذه احنا ننصحهم دائما كل يوم لازم ياخذون فيتامين د، ما يقولون لا احنا نروح في الشمس بس، لأن متى يدخلون في الشمس يطلعون برا، متى يكونون عرضة للشمس. نقص فيتامين د يسبب اكتئاب، تخيل يعني واحد يكون مكتئب حزين ياخذ فيتامين د يتحسن، ليش ما ياخذون؟ نقص فيتامين د ممكن يسبب تراكم بدهون في الجسم، سمنة، تعب، إرهاق شديد، ضعف في العضلات. يعني شيء بسيط إن واحد يأخذ فيتامين د ويتخلص من هالأشياء. ونحن بنأكد دكتورة إن يعني الشمس، يوم تقولين نحن نطلع في الشمس دائما يتحرون لمجرد وجودهم في الشمس، يعني هذا خلاص يعني، لكن في أوقات معينة لازم يكونون فيها، يعني مو بساعة 12 الظهر وأقول أنا مشيت تحت الشمس. لا تدرين ان هو سووا دراسه شافوا ان اكثر وقت شمس موجود خاصه في دول الخليج، يعني اكثر وقت شمس موجود من 10 لين 3، بس نفس الوقت في اشعه ضاره. فاحنا ما نبي نعرض نفسنا للاشعه هاي. وبعدين عشان تستفيدين من الفيتامين د لازم تكونين بدون ثياب، يعني تعرفين عشان الاشعه تدخل جسمك يعني تستفيدين. بس احنا تدرين حتى اذا حطينا كريم واقي للشمس بعد ما بنستفيد من فيتامين د، فأفضل إحنا دائما نأخذ وقاية فيتامين د. نعم دكتورة، إذا قلنا إن أحد الأشخاص مثل ما قلتي يعاني من الخمول أو يحس عمره دائما تعبان وراح وفحص فحص فيتامين د وطلع عنده نقص في فيتامين د، ممكن نقول إذا كان مصدر فيتامين د حاليا نقول الناس ما يقدرون يتعرضون للشمس الحارة، شو بيكون مصدرهم للحصول على الفيتامين د غير طبعاً الحبوب؟ نعم غير الحبوب يعني. اوكي غير الحبوب طبعا الاسماك الدهنيه مثل السلمون، سردين، تونه، وايد فيهم فيتامين د، بيض في فيتامين د، انواع الحليب ومشتقات الحليب مثل الروب، اللبن، جبن، لبنه، هذه وايد غنيه بفيتامين د. البيض بعد فيه فيتامين د، المشروم فيه فيتامين د، كبد خاصه كبد الابقار فيهم فيتامين د كبيره، بقوليات فيهم فيتامين د. فيعني لازم صراحه وجبتهم يوميا يكون فيه شيء من فيتامين د وجبه، اذا مو مع كل وجبه على الاقل يعني سناكس، بدل ما ناخذ مثلا حلويات والاشياء غير صحيه خلينا ناخذ الروب، الروب وايد مفيد. نعم فنقدر نقول نعم فنقدر نقول دكتوره يقدرون يتفادون هذا النقص اذا مثلا ما كان نقص شديد، اذا نحن نبي نقي نفسنا ان ما نوصل لهذا النقص الشديد نتناول هذه الاطعمه اللي تحتوي على فيتامين د. صحيح. وبعدين اذا كان عندهم نقص يعني ياخذون فيتامين د، فيتامين د ما لها اضرار ابدا. تخيل الحين اكتشفوا ان اللي عندهم فيتامين د، مستوى فيتامين د في جسمهم زين، اذا اصابوا بكورونا بيكون وايد خفيف مقارنه بالناس اللي عندهم نقص فيتامين د. يعني مو بس، بعد اكتشفوا ان السرطانات ممكن وقايه للسرطانات فيتامين د. فاحس ان يعني فيتامين د وايد مهم ان واحد اما ياخذ عن طريق التغذيه، او اذا تبين مثلا تعرفين ان شو العلاج، احنا دائما ننصحهم بالمصدر الاساسي للفيتامينات والمعادن والبروتينات. الاطفال مثل ما قلت لك اول سنه لازم ياخذون طول السنه فيتامين د، وإذا إنسان كبير مثلا صفار البيض ما يضر، إذا واحد أخذ كل يوم صفار بيض وروب أسماك وايد زين، أحسن من دجاج. يعني مثلا بدل ما نتغدى على الدجاج كل يوم ناخذ سمك بيتوين أحسن. نعم وسمك طبعا مثل ما ذكرتي سمك السلمون دكتورة يعني سهل إعداده ومتوفر دائما في الجمعيات، وحتى يعني الشخص لما يجربه
ويشويه مثلا أو يسويه بطريقة معينة. السلمون يعني لذيذ. لذيذ ومفيد مثل ما أنت ذكرتي، يعني أكثر الأطعمة اللي فيها فايدة مثل ما قلتي الأسماك الدهنية وفيتامين د أيضا مهم. فدائما نخلي مثلا لو مرة في الأسبوع في نظامنا الغذائي اليومي دكتورة مثلا السلمون على الغداء بدال الدياي. وايدي صحيح، أتمنى يعني. أنا للأسف أشوف هالجيل الأمهات كل اللي يعطون عيالهم نجتس وهالأشياء اللي غير صحية تماما، أسرع فبالتالي أطفالهم دائما عرضة للمساكين اللي خلت الفيتامين دال. وفيتامين دال مشكلة إنه يعني قليل يأثر على الكالسيوم على الفوسفور على وايد أشياء، لأن لها دور أساسي في معادن الجسم، عشان شيء وايد مهم إن نحافظ على مستوى فيتامين دال بشكل طبيعي. نعم دكتورة، أنت ذكرتي أن الوقت المناسب إذا كنا نبغى نحصل على فيتامين د اللي هو من الساعة 10 صباحا قلتي لين الساعة 3، هل وقت أنت بس قلتي فيه أشعة ممكن تكون ضارة، فأنت تنصحينهم المستمعين بالتعرض للشمس أم لا؟ أنا ما أنصحهم لأن أخاف أشعة ضارة بعد في إن بتوين، وبعد لازم يكونوا بدون يعني مثلا ما يستوي احنا لان نلبس عباي والاشياء ما بنستفيد من فيتامين د الا اذا انت في البيت وبروحك وما عندك حد يعني. تدرين فتره التعرض للشمس بعد يختلف من شخص لشخص، حسب عمر الانسان، حسب الجلد الانسان، حسب الاشياء مشاكل ثانيه اذا عندهم ولله. فيعني احنا نقول اذا ما في مجال يعني احنا عندنا حتى مثلا ناس يشتغلون في الشمس يشتغلون شغلهم في الشمس بعد عندهم نقص فيتامين د، عشان وايد اشياء تاثر على فيتامين د على نسبته في الجسم. فاذا عندهم فعلا نقص احنا ننصحهم اما عن طريق تغذيه يكتفون اكلات المفيده اللي فيها فيتامين د او بالحبوب، وهذا من خلال الفحص اللي يقدرون يسوونه الفحص الدوري. الفحص المستمر ممكن يبين شو المعادن اللي هو يحتاجها، مو بس فيتامين د حتى الفيتامينات الثانيه اللي يحتاجها. نعم دكتورة فاطمة، بصفة يعني رئيس قسم صحة الطفل، ممكن تقدمين لنا نصيحة للأمهات بخصوص فيتامين د اللي هو موضوع حلقتنا اليوم؟ الأمهات أنا يعني إذا الأم أنا أنصح كل أم تراضع طفلها ونفس الوقت تعطي عيالها أول سنة من العمر. بليز وايد أمهات يوني يقولون إحنا ننسى، أقول لهم هذا شيء أساسي لأن إحنا ما نبي نستخدم فيتامين د مو بس على العظام على الأسنان. احنا عندنا نسبة التسوس في الأطفال جدا عالية لأن ما يعطون الطفل حق يعني. الحين ما شاء الله الحكومة ما مقصرة، كل شيء متوفر بالله الحمد، واحنا نعطيهم كل زيارة يجون حق التطعيم نعطيهم فيتامين د تكون كفاية لمدة سنة. فاحنا ننصح كل أم تراضع طفلها طفل حليب طبيعي وتعطيه يوميا 1 ملي فيتامين د اللي احنا عندنا. ترى فيتامين د في أنواع اللي متوفر في هيئة الصحة 1 ملي يكفي يوميا نعطي الطفل. برا في الجمعيات في الصيدليات في مثلا وان دروب فيها 400 وحده دوليه، الاطفال يحتاجون 400 وحده دوليه وقايه عشان ما يستوي لهم كساح، ما يستوي لهم امراض مثلا في ظهرهم في عظامهم في اسنانهم. والكبار طبعا كل ما انسان يكبر بعد سن ثلاث اربع سنوات 600 وحده دوليه نعطيهم، على عمر 10 سنوات 800 وحده دوليه حسب عمر الطفل. بس أنا عشان الوقاية مثل ما أنتم تعرفون الوقاية خير من العلاج، فلازم ندارك الموضوع. وأتمنى أن هم يهتمون في أكل الصحي لعيالهم، إحنا ما نعطي عيالنا أشياء اللي هم يحبون. مثلا أنا أقولش على سبيل المثال لما أنا أسأل الأم كل يوم الطفل يأخذ نقص، تسألين عن الروب أبدا ما يعطون عيالهم روب، من جبن لا ما أدري. يعني أحس أنه لازم يكون أكل الصحي واهتمام التغذية للأطفال في أول سنوات من العمر وايد مهم لأنه يترتب عليه أعمال في المستقبل. نعم بالضبط، التغذية الصحية دكتورة هي البنية الأساسية لجسم صحي لطفل صحي في المستقبل إن شاء الله شخص بالغ وصحي أيضا. فنصيحة في محلها دكتورة فاطمة، نحن شاكرين لك اليوم دكتورة فاطمة العلم استشاري ورئيس قسم صحة الطفل بهيئة الصحة بدبي مشاركتش اليوم. ولكن قبل ما نختم هذه الفقرة أيضا لدينا استفسار من أحد المستمعين. لا هو مو باستفسار، هو كان بس تعقيب أو أنه كان يبون يقولون مثل نصيحة، كنا نبغى نقرأ هاي الرسالة. كان يتكلم نحن اليوم كنا نتكلم عن كبار السن، فحب أنه هو يتكلم باختصرها أنه يقول كبير السن وايد مهم أن نحن نزوره
نسأل عن، يحب يتكلم عن تجاربه، يحب ان احنا نتكلم يعني، وما ننسى انه يعني نعطيه فرصه انه يتكلم. غالبا يعني الاشخاص لما يزورون كبار سن والعيال وهذا كله، يعني ساعات هم يتكلمون بس لكنهم ما يسمعون من كبير السن. فانا نصيحتي تقول كبار السن وايد مهم بالنسبه لهم فيتامين د، لازم نعطيهم يوميا. فمو بس على ترى سبتي قريب بنقل بنقرا الاسمس مع دكتورة، لان اي كنا بنأكد ان حتى نحن نسمع نزوره ناخذ بكلامه، وايضا يهمنا نحن ان نتاكد انه هو الفيتامين د موجود عنده، ومنها النفسي والصحي، لان حتى مثل ما قلتي فيتامين د ياثر على الحاله النفسيه ايضا لكل الاشخاص من الصغير للكبير، وايضا يعني نقصه يزيد الاكتئاب عند الشخص. فهذا اللي حبينا يعني نقرأ الرسالة وفي فقرتك دكتورة، ومشكورة وجودك معنا. حياكم الله. العفو. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. مع السلامة. نعم أسماء الجناحي، وصلنا بهذه الفقرة لنهاية فقرات برنامج صحة وسعادة. نتمنى نكون أعزائي المستمعين دائما عند حسن ظنكم، آملين أن نكون قدمنا لكم اليوم الشيء المفيد اللي ممكن ننقلونه للآخرين وتستفيدون منه، وتستفيدون أيضا من المعلومات اللي نقدم لكم إياها في برنامج صحة وسعادة. والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ولمخرجنا المبدع سعيد المر، وفي التنسيق والمتابعة كانت معانا ميرا الخفلي. وأشكر طبعا زميلتي أسماء الجناحي اللي شاركتني هذه الحلقة. أسماء، كلمة أخيرة تقدمينها للمستمعين في ختام برنامج صحة وسعادة. في الختام نحب نأكد على أهمية الإجراءات الاحترازية. صح الحالات قلت، لكن بهذا قلت بسبب التزامنا والجهود اللي كانت موجودة. فأهم شيء نحافظ على التباعد الجسدي، وأيضا تعقيم اليدين أو غسل اليدين، ولبس الكمامة في الأماكن اللي يكون إذا كان فيكم يعني حواليكم أشخاص، إذا كنتم بروحكم يعني ما تحتاجونها. فنتمنى لكم الصحة والسعادة والسلامة. دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.